طيب، السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هناخد اخر محاضرتين عندنا. ماشي، انتوا سامعيني كده من غير ال احسن؟ ماشي. النهارده ان شاء الله هناخد اخر محاضرتين عندنا في المنهج الفتره دي والفتره اللي جايه. ما اعرفش هناخد منهم قد ايه، احتمال نخلص قبل يعني في اقل من محاضرتين، يعني ممكن محاضره ونص ولا حاجه. هو المحاضره النهارده هتبقى على الجزء بتاع الكوميونيكيشن، تركيزنا على الجزء بتاع الكوميونيكيشن. الكلام النهارده مختلف شويه، او يعني محتوى المحاضره مختلف عن اللي اتاخد في الجزء ده السنه اللي فاتت والسنين اللي فاتت. تمام، السنه اللي فاتت كنت بشرح حاجات. هو عندنا الكوميونيكيشن في القسم بتتقسم انالوج كوميونيكيشن وديجيتال كوميونيكيشن، بس الانالوج كوميونيكيشن هو بيتاخد يعني مثلا في كورس كامل، لكن هو اصلا حاجه عفى عليها الزمن جدا. فانا يعني ما حبيتش ان انا اقول لكم حاجه ملهاش يعني ولا عمركم ممكن تقابلوها دلوقتي، حاجه اصلا خلاص بتنتهي من العالم. يمكن محطات الاذاعه مثلا شغاله لسه انالوج، شغاله اف ام، لكن يعني لو انت هتاخد في محاضرتين ولا في محاضره ونص هتاخد حاجات كوميونيكيشن، ما يضيعش منهم وقت في الانالوج كوميونيكيشن، ملوش لازمه. تمام، فتركيزنا اكتر هيكون على الديجيتال كوميونيكيشن والوايرلس كوميونيكيشن والتليفونات اللي هي الموبايل، يعني بتشتغل ازاي بشكل عام من بره، او بعض الحاجات عن التليفونات يعني. تمام، طيب. هو احنا هنغطي من بره كده موضوعين، الديجيتال كوميونيكيشن والوايرلس كوميونيكيشن. فالحاجتين مش موضوعين اندبندنت، هما الحقيقه هما ليهم تقاطع. يعني انت لو هتقول ايه الحاجات، ايه المواضيع اللي ممكن تبقى انت بتختار ما بينهم، فانت عندك ديجيتال كوميونيكيشن قصادها انالوج كوميونيكيشن، وفي عندك وايرلس كوميونيكيشن قصادها الوايرد كوميونيكيشن، او حاجات تانية زي الاوبتيكال كوميونيكيشن، ساتلايت كوميونيكيشن. ايه التصنيفات دي؟ بالنسبه للانالوج قصاد ديجيتال، انا بتكلم على السورس اوف انفورميشن بتاعي جاي منين. يعني انا عندي الداتا اللي ببعتها هي عباره عن ديجيتال داتا ولا انالوج داتا. ديجيتال داتا يعني زيروز وانز وبيتس وفايلات والحاجات اللي عندي متخزنه على الكمبيوتر، وكل الحاجات اللي هي ريبريزنتد ان زيروز اند وانز، ده الديجيتال. الانالوج سيجنال انالوج، يعني مثلا لو انا بتكلم صوتي يروح لمايك، المايك يحول الصوت لفولت، الفولت ده بيكون كونتينيوس مع التايم، فده انالوج سيجنال. انالوج سيجنال، مثال لانالوج سيجنال ممكن تقابلك لو انت بتاخد ريدنجز من سنسورز مثلا، فدي انالوج سيجنال. فزمان ما كانش فيه ديجيتال، كان كل حاجه عندي انالوج، وكل الالكترونكس لما طلعت علشان تعمل حاجات كونتينيوس، ما حدش كان لسه فكر في الديجيتال. واما عملوا الكونتينيوس لما لقوا عندهم سيجنالز كونتينيوس وبداوا عايزين يفكروا ان احنا نبعتها من نقطه للثانيه، فعلى طول طلع دماغهم في الانالوج كوميونيكيشن، ما كانش فيه احتياج لان احنا نروح للديجيتال. وبعدين بدا يظهر عندك الكمبيوتر وفكره البيتس والديجيتال لوجيك والديجيتال سيركتس، والكمبيوترز طلعت بكل ما تبعها من تقدم في مجال الديجيتال، فبقيت السورس بتاعك احد السورسز بقت ديجيتال. ومع الوقت بقى اي حاجه كونتينيوس عندك it can be represented بشكل efficient in a digital form. صوت ممكن تخزنه في فايل ويف ديجيتال، الصوره جي بي جي ديجيتال، فيديو ام بي 4 ديجيتال، فاي حاجه عندك كانت كونتينيوس تقلبها ديجيتال، فبقى عندك السورس المور امبورتنت هو الديجيتال سورس. عشان كده الناس بتروح دلوقتي ناحيه الديجيتال كوميونيكيشن، والانالوج كوميونيكيشن بقى حاجات يعني اتس نوت يوزد لارج سكيل اني مور، او يعني بيموت مع الوقت خلاص. فالفرق بين الديجيتال والانالوج زي ما بقول لك في السورس بتاع المعلومه بتاعتك. وايرلس قصاد وايرد، ده بقى بنتكلم على الميديم اللي هبعت فيه الداتا. تمام، زمان
اشتغلنا طبعا وايرد ايثرنت كيبلز، قبلها التليفونات في كابلات وايثرنت كيبلز و يعني هم دول اشهر اثنين لاكزامبلز لسيستمز شغاله وايرد. وبعدين طلع الوايرلس كوميونيكيشن نتيجه التقدم في الالكتروماجنتيك ويفز والانتنا ديفلوبمنت وبتاع، لقى ان انت ايه ممكن ابعت الكتروماجنتيك ويفز واستقبلها واحمل عليها معلومه، فالموضوع انتقل الى الوايرلس كوميونيكيشن. الوايرلس كوميونيكيشن تحته حاجات كتيره جدا كلها شغاله وايرلس، يعني الوايرلس كوميونيكيشن تحته الواي فاي، تحت التليفونات بتاعتنا التليفونات المحمول، تحته بعض الحاجات زي المايكرويف لينكس، ممكن نحط تحته الساتلايت كوميونيكيشن لان هو برضو الكترومغنيتيك ويفز، فدي كلها ممكن تحطها تحت الامبريلا بتاعت الوايرلس كوميونيكيشن. بيفرق سيستم التاني في ايه؟ بيفرق في الشانل، الانفايرمنت اللي انت بتبعت فيها الحاجه. كل انفايرمنت بتعمل لك مشاكل، يعني في انفايرمنت بتبقى بسيطه وجميله وحلوه بتبعت فيها السيجنال يعني تقريبا زي ما هي بتوصل لك عند الريسيفر، مفيش اي تشوهات بتحصل في الـ في الـ في الـ وقت الترانسميشن. بس في شانلز ثانيه بتبقى هارش، تبعت فيها الالكتروماجنتيك ويف توصل لك الناحيه الثانيه بايظه تماما. تمام؟ فكل سيستم وايرلس بيختلف باختلاف الامبيرمنتس او المشاكل اللي بتحصل لك لما بتيجي تبعت الداتا. تمام؟ فاحنا النهارده انا لما بقول وايرلس كوميونيكيشن انا تركيزي في المحاضره ونص دول هيبقى على الديجيتال كوميونيكيشن والوايرلس كوميونيكيشن. تمام؟ يعني ازاي ببعت داتا ديجيتال في عالم وايرلس. واقصد بالوايرلس ايه؟ اقصد الوايرلس اللي هو اللي من قبله في التليفونات وممكن في الواي فاي. نوعيه الوايرلس دي. خلاص هيأثر ايه معانا في الكلام، يعني هيفرق معانا ايه ان انا اكون بفكر في التليفونات او بفكر في الواي فاي وانا بشرح؟ هيفرق في نوعيه المشاكل اللي بتقابلك وانت بتبعت اشاره الكتروماجنتيك ويف في الهواء، ايه اللي هيحصل فيها في السيستمز دي. خلاص طيب احنا هنمشي ازاي في المحاضره؟ ده اللي انا كنت بقوله لك دلوقتي، ايه الفرق بين الديجيتال والانالوج والوايرلس والوايرد يعني ايه؟ هنمشي ازاي في المحاضره؟ هبدا كلام شويه عن الوايرلس شانل، يعني ايه وايرلس شانل؟ بيحصل فيها ايه؟ وايه المشاكل اللي بتقابلك نتيجه طبيعه التشانل دي؟ وبعدين ازاي نبدا نحلها واحده واحده كده، كل مشكله من دول هنبدا نشوف ايه حلها عن طريق الديجيتال كوميونيكيشن تكنيكس. خلاص طيب الوايرلس كوميونيكيشن، وايرلس كوميونيكيشن يعني ببعت وايرلس، ببعت بدون كابلات. طيب بدون كابلات يعني ايه؟ يعني عن طريق الالكتروماجنتيك ويفز زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت. الالكتروماجنتيك ويفز بتبقى عباره عن اشاره بتطلع من ديفايس اسمه الانتنه، الانتنه دي هدفها تقدر تعتبر الانتنه كانه ترانسديوسر، زي الترانسديوسرز انت بتستخدمها في السيركتس، اللي هو بياخد حاجه اشاره من نوع معين يحولها لاشاره من نوع تاني. فالانتنه تقدر تعتبر ان هي كانها ترانسديوسر متميز معقد، يعني الديزاين بتاعه مش سهل. بياخد كرنت او فولت بيطلع الكتروماجنتيك ويف بروبورشنال له. خلاص الانتنه بتشتغل ترانسميتر وريسيفر، ممكن تخليها تشتغل ترانسميتر او ريسيفر على حسب الانبوت بتاعها ايه. لو دخلت لها كرنت تطلع ويف، لو وقع عليها ويف بتحولها لكرنت. خلاص وفي ناس مجال، يعني في ناس عايشه حياتها في عندنا في القسم، يعني عايشه حياتها في الديزاين بتاع الانتنات، ازاي ديزاين الانتنه بحيث ان هي تاخد اقل كرنت ممكن وتطلع لي اكبر الكترومغنيتيك ويف ممكن. تمام نقطة سريعة بخصوص الأنتنة، أنا مش هتكلم عن الأنتنة كتير بس ما دام اتكلمنا شوية بالتفصيل دلوقتي خلينا نقول النقطة دي. أحد المميزات بتاعة الأنتنة حاجة اسمها الدايركتيفيتي بتاعة الأنتنة. الدايركتيفيتي
من اسماء من الاسم. دايركتيفيتي يعني ايه؟ دايركتيفيتي يعني قدرتها على التوجيه. ده ليه؟ لان الانتنة ابسط نوع انتنة ممكن حد يفكر فيه اسمه الدايبول انتنة. بدون دخول تفاصيل هو ايه الدايبول انتنة؟ الدايبول انتنة ده عبارة عن سلك صغير كده. سلك صغير. تمام؟ السلك ده تدخل تمشي فيه كارنت يطلع ويفز، الويفز دي بتطلع في كل حتة. تنتشر كأنها كورة كده. خلاص؟ الكورة دي السيجنال اللي طلع على صورة كورة دي بيبقى ليها باور معينة. باور جاية نتيجة البطارية اللي أنت مستخدمها عشان تعمل السيرك الدايرة وعشان تشغل الأنتنة بتاعتك. فالويف دي بتبقى طالعة بباور معينة. الباور دي بتتوزع في كل حتة. كل جزء من الويف ماشي في دايركشن شايل معاه حتة باور. تمام؟ فلو انا بكلم حد فيكم، بكلم مثلا باشمهندس ورا مثلا، فقاعد بوجه، انا عايز اوجه الاشاره هناك، اي حاجه ببعتها هنا دي رايحه، دي باور ضايعه. فالاومني دايركشنال ده اسمه اومني دايركشنال. اومني يعني في كل حته. اومني دايركشنال ده مش مفيد لما انا ببقى عايز اكلم اعمل ما يسمى بالبوينت تو بوينت كوميونيكيشن، من نقطه لنقطه. لو انا عايز برودكاست، عايز ابعت لكل الناس اللي سامعيني، ده مناسب. تمام؟ لكن الطبيعي ان انا ببقى دايما عايز اكلم حد او مجموعه بشر محدودين. فساعتها الانتنة يفضل يبقى عندها نوع من انواع الدايركتيفيتي، توجه الاشاره. خلاص؟ فالناس بقى اللي بتديزاين الانتنات تاخد في اعتبارها ده، تقول لي انت عايز الانتنة بتاعتك تكون بتكلم دايركشن معين، فيديزاين الانتنه بتاعته بحيث ان هي توجه الاشاره بتاعتها في حته وتقفل في حته ثانيه. تمام؟ طبعا الموضوع مش بالبساطه دي. انك تديزاين الانتنه ان هي يبقى دايركتيفيتي عاليه، دي حاجه طبعا صعبه، وعشان كده الناس دي بتاكل عيش يعني. خلاص؟ فاللي يهمني في الكلام ده ايه؟ ان هنتكلم قدام على ان الانتنه ليها ما يسمى بالجين بتاعها. الجين هو معنى نفس يعني مسمى اخر للدايركتيفيتي. الجين يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا كنت ببعت، لو كنت ببعت لحد فيكم انتنا اومني دايركشنال، تمام، وانت كنت ماسك جهاز من اللي هم بيقيسوا الالكترومغنيتيك ويف، يقيس لي الباور بتاعتها او يقيس لي الشده بتاعتها، فانا شغال اومني دايركشنال وانت واقف في نقطة ما، قست الالكترومغنيتيك ويف، لقيت الانتنسيتي بتاعتها اكس. هجيب انتنة تانية ليها دايركتيفيتي عالية واستخدمها ان انا اتكلم معاك. هتقيس شدة مختلفة، المفروض تبقى اكبر من الشدة بتاعة الاومني دايركشنال. الريشيو ما بين الشدة والشدة، او بقى مش الشدة، الباور. الباور هي مربع الانتنسيتي. فالريشيو ما بين الباور الريسيفد وانا بستخدم دايركشنال انتنا على الباور اللي انت كنت هتستقبلها في حاله الاومني دايركشنال، دي اسمها الجين. خلاص؟ فالجين ده رقم زي الجين بتاع الامبليفاير، بيقول لك قد ايه انا كسبت باور نتيجه استخدامي للانتنا دي. هيجي معانا استخدام لفظ الجين ده، هيعدي علينا قدام في بعض المعادلات اللي هناخدها، فانا قلت بس اقوله دلوقتي ما دام اتكلمنا على الانتنات. خلاص؟ يبقى عندك ادي الانتنة نقطة بدايتك، والانتنة بتاعت الريسيفر نقطة النهاية. في النص بيحصل الوايرلس ترانسميشن بقى. فأنا بكلم حد فيكم، بستخدم انتنة بقى أومني، بستخدم انتنة دايركشنال، أيا كان، فأنا ببعت إشارة ناحية شخص معين. الإشارة دي مش هتبقى دايركتد كده فقط، مستحيل، حتى لو أنا شغال بدايركشنال انتنة، الدايركشنال هتوجه شويه بس لازم في حاجات طالعه في اماكن ثانيه. تمام؟ طب الويفز بقى اللي طالعه في كل حته دي هيحصل فيها ايه؟ تطلع تخبط في سيرفس. السيرفس ده مثلا ميتال. الميتال مشكلته انه بيابزورب الالكترومغنيتيك ويفز، بيموتها. فيخبط في الميتال، الويف دي تروح. طب لو خبطت في سطح تاني من ماده تانيه،
المادة التانية دي بتعمل ريفليكشن الكترومغنيتيك ويف، فتلاقي الويف حصل لها انعكاس. طب انا ويف طلعت خبطت مثلا في مربع من دول، والمربع من دول كان بيرفلكت، فهيرفلكت هتلاقي الويف راجعه بالصدفه وصلت لنفس الراجل اللي انا كنت بكلمه. يبقى الراجل اللي انا بكلمه ده وصل له ويف مباشره مني له، ووصل له ويف تانية راحت خبطت فوق ورجعت، في ويف تانية راحت خبطت في اتجاه وماتت، في ويف خبطت هنا 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 ورجعت له، وهكذا. فانت كريسيفر بيجي لك من الترانسميتر اكتر من ويف جايين عن طريق الديفرنت باثز اللي الويف مشيت فيهم. معايا كده؟ معايا يا جماعه؟ فطبيعه الوايرلس كوميونيكيشن هي اللي هي بيسموها المالتي باث كوميونيكيشن. مالتي باث كوميونيكيشن، في عندك اهم باث فيهم اللي هو ما بيني للريسيفر بشكل مباشر، ده بيسموه لاين اوف سايت. لاين اوف سايت يعني احنا شايفين بعض، انا والانتنا الريسيفر شايفين بعض، انا ترانسميتر والريسيفر شايفين بعض، فده لاين اوف سايت كوميونيكيشن. ده اهم واحد لان ده اقوى واحد. الى جانب اللاين اوف سايت في مجموعه من الباثز اسمهم نون لاين اوف سايت، خلاص دول الباور بتاعتهم بتكون اقل، لكن ما اقدرش اهملهم. ما اقدرش اهملهم ليه؟ واحد، لان هم ممكن يساعدوني. اتنين، ممكن يضروني. وهنشوف بقى ازاي يضروني دي. هم ممكن يساعدوني لان هم اشاره، يعني هم نسخ اخرى من نفس الاشاره اللي انا بعتها. فانا لما يجي لي 1 ملي وات من دايركشن وجالي نص ملي وات من دايركشن تاني، كويس خير. المشكله بقى ان هم لو انا ما تعاملتش معاهم صح، هم في الواقع ممكن يبوظوا بعض بدل ما هم يساعدوا بعض. فمن الاخر الوايرلس كوميونيكيشن هي عباره عن مجموعه من الباثز، كل واحد فيهم بيمثل اشاره مشيت في مسار وجت. يهمني ايه؟ الرسمه دي بتقول لك الكلام ده. الرسمه دي بتقول لك هو انت في عندك ما بين الترانسميتر والريسيفر في عندك مجموعه من الباثز، واحد منهم هو الباث المباشر، وفي مجموعه ثانيه من الباثز ماشيه بتخبط في حاجات وتخبط وترفلكت وترجع لك، ممكن حاجه تخبط اكتر من مره وتوصل لك، وهكذا. كل باث يميزه ايه؟ يميزه حاجتين. اولا طول الباث يختلف. اتنين عدد الريفلكشنز ومقدار الريفلكشنز بيختلف. تمام؟ طيب طول الباث هيفرق معايا في ايه؟ طول الباث هيفرق في ان انا ببعت الكترومغنيتيك ويفز، يعني حاجات بتمشي بسرعه الضوء، خلاص؟ ف حاجات بتمشي بسرعه يعني ليها سبيد، فلو حاجه ماشيه بسبيد معينه في مسار قصير توصل بسرعه، بنفس السبيد في مسار اطول هتوصل متاخره. فالباثز دي شايله الاشاره اللي انا بعتها، بس كل نسخه هتجي في وقت مش هيجوا لي مع بعض. فدي مهمه جدا عشان نفهم اللي هيحصل. الحاجه الثانيه ان اللاين اوف سايت ده باث ماشي بشكل مباشر، كل الباثز الثانيه جايه عن طريق الفلكشن. انا لما بيحصل لي ريفلكشن من على سيرفيس، زي ما قلت لكم السيرفيس ده لو كان ميتال في ميتال كتير في السيرفيس ده بيموت الويف، فالريفلكشن هيبقى الباور بتاعته قليله. في سيرفيس ثانيه الباور بتاعها ممكن يبقى اعلى. فالباثز دي ممكن تبقى شايله سيجنال، بس الباور بتاعت السيجنال اللي جايه لي الباثز تختلف حسب طبيعه الباث. يبقى عندك نسخ كتيره جايه لك، بتوقيتات مختلفه وبانتنسيتيز مختلفه او باورز مختلفه، خلاص. فدي خصائص الوايرلس كوميونيكيشن او خصائص التشانل. احنا لما نيجي ديزاين كوميونيكيشن سيستم بيبقى في دماغنا احنا هنتعامل في التشانل شكلها عامل ازاي، فبنبقى عارفين المشاكل بتاعتها، وعلى اساس المشاكل بنديزاين الترانسميتر والريسيفر.
الترانسميتر والريسيفر بقى يقعدوا يعملوا حركات ويعملوا بروسيسنج ويعملوا تكنيكس وبتاع علشان السيجنال تقدر تمشي في التشانل وتعيش تسرفايف. الريسيفر ياخدها ويقدر يطلع منها المعلومه باقل ايرور ممكن. تمام؟ في حاجه ثانيه بقى مهمه معانا دي مش موجوده في الوايرلس بس، دي موجوده في كل حته، اللي هي اسمها النويز، اللي هو ده غير النويز. النويز ده جاي منين؟ ده جاي من الالكترونكس اللي انت شغال بيه. يعني انت الريسيفر ده هتعمله، الريسيفر ده هتعمله بدوائر الكترونكس بقى وترانزستورز متوصله ببعض ولا اف بي جي اي ولا شوف بقى ايا كان الهاردوير اللي انت هتستخدمه. الهاردوير ده بيطلع معاه حاجه اسمها النويز. تمام؟ عشان دي حاجه اصلا الناس حتى الشباب بتوع كوميونيكيشن بيغلطوا في لما يتكلموا على النويز. يقول لك انت يتعامل مع النويز كانها حاجه جايه له من التشانل من بره. لا، هو الحقيقه النويز دي طالعه نتيجه ان درجه حراره الغرفه مش زيرو كلفن. ففي درجه حراره بتخلي ان يبقى في بعض الالكترونز بتطلع في السيمي كوندكتور اللي انت بتستخدمه، الالكترونز بتطلع وتدخل تاني. فلما تطلع الالكترون تلاقي كان في كرنت طالع من اللا مكان. الكرنت اللي طالع ده يبوظ لك الكرنت اللي انت بتقيسه اصلا. فتلاقي نفسك ان انت عندك بقى الاشاره اللي انت جايه لك بدل ما هي الكرنت اللي مقابل الالكترومغنيتيك ويف بقى معاه حاجه راندم بتطلع من جيبه الهاردوير. وانت اصلا لما تيجي تستخدم، لو استخدمت اي اي سي بصيت على الداتا شيت، الداتا شيت بيبقى فيها حاجه معلومه عن النويز اللي بيطلع من الهاردوير، حاجه اسمها النويز فيجر. دي بتقول لك قد ايه باور النويز اللي بتطلع لك الباور بتاعها قد ايه. فالمهم ان النويز دي حاجه راكبه فيك مش بتعرف تخلص منها. مشكلتها ان هي راندم وبتتغير من لحظه للثانيه، مش بتثبت. تمام؟ فانت ما عندكش طريقه ان انت تكنسلها. تمام؟ الحاجه الكويسه اللي فيها ان هي بتبقى راندم وليها ديستريبيوشن معروف، تكون جاوشه. فانت ماشي، انت ما تعرفهاش بالظبط قيمتها بكام، بس عندك الديستريبيوشن بتاعها. فتقدر تتعامل معاها كانها حاجه راندم، فمثلا تقدر تقول اون افريج حاضر اتغلب عنها. عليها يعني. تمام؟ يعني ممكن تاخد معلوماتك عنها عن الديستريبيوشن بتاعها، ممكن تاخده في الاعتبار وانت بتديزاين السيستم بحيث ان انت تتفادى تاثيرها شويه. بس يعني ايه، هي دايما موجوده لا مفر منها. يبقى انت عندك النويز والمالتي باث كوميونيكيشن اللي هو انت عندك اكثر من باث بيشيل السيجنال بتاعك. تمام؟ في بعض الاحيان اللاين اوف سايت كوميونيكيشن يبقى مقطوع، يعني المسار ما بيني وما بين الريسيفر يبقى فيه بلوك في النص. فاحيانا الباث اللي هو الاكثر اهميه ده ما يبقاش معايا. على فكره معلش، طيب، ف احيانا بقول لك بيبقى عندك حاجه بتبلوك اللاين اوف سايت، بتبقى انت التعامل يبقى مع النون لاين اوف سايت. خلاص، فدي احد يعني ايه احد الكيسز اللي ممكن تقابله. طيب، زي ما قلت احنا طبيعه شغلنا في الستاك كوميونيكيشن بندرس الكوميونيكيشن سيستمز من منطلق السيجنال سيستمز اللي انا وصفتها في الماضي الفيديو. فبنيجي على سيستم زي اللي انا وصفته ده ونحاول نعمل له موديل رياضي معادله توصف علاقه الانبوت بالاوت. الانبوت اللي هو الالكترومجنتيك ويف اللي جايه، مش حتى مش الكترونيك ويف، المسج اللي انت عايز تبعتها، والاوتبوت هي المسج الريسيف بتاعت الريسيفر. وبنبقى عايزين نعمل معادله وتوصف بقى
ان انت بعد ده حصلوا ايه عبال ما وصلوا. تمام؟ فابسط معادله قبل ما نخش في اي تفاصيل هي المعادله اللي مكتوبه فوق دي. طبعا يعني هي معادله مش مفيده باي حال، بس انا مجرد ان انا عايز اقرب لك فكره ان اللي انا قلته لك ده يتوصف بمعادلات. فانت عندك اكس، اكس ده الانبوت، ايه بقى في كده في كده في بيعمل كده. طيب ف انت عندك انبوت دي السيجنال ترانسميتد بيبقى ليها باور معينه بي تي، بتخش على فانكشن اتش. اتش دي فانكشن بتمثل تاثير التشانل مالتي باث بقى و المالتي باث اللي اتكلمنا عنه. لو انت عندك الانترنت بتاعتك دايركشنال فيبقى ليها جين بتخش معاك الجين بتاع الانترنت، ولو في عندك اي مشاكل ثانيه في التشانل برضو كل ده متضمن جوه هذه الفانكشن الجميله. تمام؟ مجموع عليها النويز اللي جايه من الهاردوير. خلاص؟ والاثنين دول هم الواي اللي هي السيجنال الريسيفد عند الريسيفر. خلاص؟ احنا بنعمل كوميونيكيشن، تقعد بقى تفصل اتش في شكلها عامل ازاي. هو اتش كده لو انا كتبت اتش كده ده ملوش معنى. ايش خلاص كتبت معادله ايه بقى حل ازاي ولا اعمل ديزاين ترانسميتر والريسيفر ازاي، لازم اعرف اتش دي بتشتغل ازاي بالتفصيل. فاحنا بقى شغلتنا ان احنا نقعد بقى نشوف الاتش دي شكلها عامل ازاي ونحاول نديزاين الاكس والواي، اسف نحاول نديزاين الاكس بالطريقه اللي تخلي ان السيجنال انا المعلومه اللي انا عايز اوصلها بتوصل كويس. طيب في هنا حاجه بس ايه عايز اقولها، التي دي اترافيك اتش، لما تيجي تشوف اتش دي اتش دي كمعادله داخلها حاجتين، اكس تي وفي تي كمان جنبها زياده. التي اللي جنبها دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الشانل بتاعتك بتتغير مع الوقت. تمام؟ يعني انا نفس الاكس تي نفس الاكس تي لو دخلتها عند تي معينه الفانكشن دي هتشتغل بشكل، لو دخلتها عند تي ثانيه الفانكشن دي هتشتغل بشكل ثاني. طيب جاي منين موضوع ان الاتش تتغير مع الزمن؟ فكر فيها. هو انت هو الاتش دي قلنا ان هي بت بت بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها، المعطى الباص واللاين سايد والكلام ده. طب الحاجات دي اصلا مبدا الريفلكشن دي جايه منين؟ زي الاوبجكت موجوده في الانفايرمنت. الاوبجكت دي ممكن تبقاش موجوده كمان نص ساعه، العربيه دي مثلا ممكن تجيش فساعتها الباص ده مش هيتغير كمان نص ساعه. فقصدي ان الانفايرمنت بتاعتك تتغير مع الوقت، فالتشانل تتغير مع الوقت.
طب بتتغير بسرعه ولا بالراحه؟ ده حسب كل ابلكيشن يعني، ومقدار التغير قد ايه؟ يعني مثلا لو بنتكلم على التليفونات هنلاقي احنا ممكن ما دام بدانا نتكلم في الحاجات دي ممكن نخش على طول في الجزء بتاع التشانل، بتاع تاثير التشانل. او لا ماشي. لو بنتكلم على التليفونات في عندك التشانل بيحصل لها نوعين تغير، حاجه اسمها سلو فيدنج حاجه اسمها فاست فيدنج. تمام. سلو تغير بطيء نتيجه الانفايرمنت وتغيرات الانفايرمنت. تمام. ده بيترجم لايه؟ بيترجم لمثلا انا بعت باور قد ايه، فبعت باور مثلا اكس وصل لي منهم قد ايه. ده الفاكتور، ده فاكتور مش بيتغير بشكل عنيف. اللي بيتغير الباور ده، الباور اللي انا بتكلم عنها دي باور افريج الى حد ما، يعني اون افريج الباور اللي بتجيلي كذا، فالافريج باور ده مش بيتغير جامد مع الوقت. اللي بيتغير الانستانتينيوس باور، يعني انا القرايه لو انا حطيت هنا انتنة وقست الاشاره، الاشاره اللي هقيسها دي بتتغير بمعدل الملي سكند، تغيراتها سريعه جدا. وعشان اعمل كوميونيكيشن سيستم افيشنت زي التليفونات اللي انتم شغالين بيها، اللي هو ببعت بداتا ريتس رهيبه، يعني دلوقتي ممكن تستريم حاجه على الموبايل بتاعك، يعني الداتا ريتس الرهيبه دي لازم عشان اقدر اوصل لها لازم اتعامل بمعدل الملي سكند. يعني انا لا اتحمل مثلا ان في ملي سكند التشانل تبقى وحشه والداتا تدروب، مش هقدر اوصل للريتس اللي انا اللي انتم شايفينها. لازم الترانسميتر بتاعي يكون سريع كفايه ان الادابت مع الوان ملي سكند دي. فالموضوع مش سهل. ديزاين الكومبيتيشن سيستم يشتغل كويس مش حاجه سهله. تمام؟ فزي ما بقول لك التشانل ليها نوعين، يعني تو سكيلز اوف فاريشن. خلاص؟ عشان نشوف الحته دي هنتخيل هنا ايه؟ ان احنا هنعمل زي الاكسبيرمنت. تمام؟ الاكسبيرمنت دي هنا انا راجل دلوقتي بلاحظ الاكسبيرمنت دي شكلها عامل ازاي؟ انا اول مره اخترع اجنده وماشي الاجنده عليها. تمام؟ ما اعرفش انا عايز حاجه من هنا في الهوكل. تمام؟ وعايز اشوف، عايز افهم الشانل، عايز افهم. فهنا حاجه اسمها الشانل ساوندنج اكسبيرمنت. كلمة شانل ساوندنج دي كلمة معروفة. ساوندنج يعني ايه؟ ساوندنج يعني انا بعمل تحفيز ساوند. الصوت بيتكون من ايه؟ الصوت هو عبارة عن ترددات لحد كام؟ 30 كيلو متر. نعم 3000 3 كيلو تقريبا 3 كيلو. ففي ترددات معينه بتخلي هي اللي بتعمل الصوت اللي بيتحرك بيعمل الموجات الصوتيه اللي هو بيكون الويف. فمقصود بالساوند ايه؟ ان انا زي ما تقول مثلا انا ببعت موجه صوت تروح تخبط وترجع فاسمعها، بعد ما ترجع فعن طريق ان هي راحت ورجعت بقدر اشوف بقى ايه هي سافرت مده قد ايه، واللي رجع لي ده الباور بتاعته قد ايه، فاقدر اعرف حصل اتنويشن، حصل فقد الباور قد ايه. فهي فكره الساوند هي كده، ان انا ببعت اشاره هي في الاول تجربه الساوند دي كانت معموله بناء على الصوت، ان انا ببعت صوت فعلا. لكن انا لما بتكلم هنا في الشانل ساوندنج انا مش ببعت صوت، انا ببعت الكترومغنيتيك ويف، بس نفس الكونسبت بتاع الصوت، ان انا ببعت ويف يسافر يخبط يرجع اسمعه او اقيسه، يعني اقيس الشده بتاعته واشوف هو رجع لي بعد ديلي قد ايه،
فاقدر اعرف ان انا كان في عندي حاجه هنا في اللاج بلوك مراجعه، يعني حاجه هنا عملت ريفليكشن رجعت السيجنال ورجعتها لي الامبليتيود قد كده، فحصل اكتيفيشن بمقدار معين. ده مفهوم الساوند بشكل عام او الشانل ساوند. فالتجربه دي عباره عن ايه؟ زي ما قلت لك عباره عن سيجنال، السيجنال دي بتكون ساينوسويد يعني بفريكونسي معينه خلاص؟ بفاور معينه ابعتها استقبلها اشوف استقبلتها تاني بعد قد ايه وفاور قد ايه، فاقدر اعرف الديلي واقدر اعرف ده المعنى بتاع التجربه، لان ممكن التجربه الطبيعيه دي تبقى صعبه شويه ان هي تتعمل، بس على الاقل خلينا نتخيل ان احنا عملنا هذا الشيء، او يعني اللي اتعمل ممكن يبقى فاريشن من ده، بس هي نفس الفكره. طيب عملت انا الكلام ده، ده كان الكمبيوتر بتاعي، الريسيفر كان على بعد، كان على بعد دي تمام، وقست الباور بقى اللي انا بستقبلها على بعد دي تمام كده. طيب هلاقي ايه؟ هلاقي الفرز ده ايه؟ الفرز ده محور اكس هو الدي، مش فاهم هنا ده عباره عن لوج دي، تمام، ومحور واي هو الريسيفد باور على الترانسميتد باور تمام، بس برضو واخد اللوج بتاعهم. عارفين الدي بي يا جماعه؟ خدتوا الدي بي؟ حلو قوي، كويس جدا. ده كيرف متغير مع
مش مين اللي انا عارفيه، بس التغير بتاعه تغير بطيء مش بيتغير بسرعه. وفوق كل دول بقى في تغيرات كتيره قوي اللي بتخلي الكيرف يطلع بالمنظر ده. تمام؟ فدول ثلاث حاجات تقدر تفسر الريسيف باور، تفسرها بدلاله الثلاثه دول. تمام؟ أول واحد اللي هو التغير مع الجسم ده، التغير الثاني ده اسمه الفاسوس، نسميه الفاسوس. ده الترمستيك، يعني التغير مع الزمن. يعني ده لو انت عملت تجربة مرة وحطها بكرة الصبح عملتها بعد 6 أيام زي الفاسوس ده كيرف. الترند ده بقى يتغير مع الزمن. في تغير تاني بنسميه شادو. هنتكلم عن كل واحد من دول بالتفصيل. الشادو ده اللي هو الترند اللي بيغير حواليك خالص، لكن ما فيهوش تغيرات سريعه. ده بيتغير مع الزمن. يعني لو انت عملت التغيره دي بعد فتره بسيطه هتلاقي نفس الترند ده. بس لو عملت التجربه دي بعد زمن كبير ممكن ما تلاقيش الكيرف بقى المنظر ده. تلاقي يطلع لك ترند تاني مثلا شكله عامل كده. حاجة مختلفة عن الموجود دلوقتي. تمام؟ فالتغير ده تغير بس بطيء. وفي الفاست فيدنج أو المالتي فاست فيدنج، ده بقى هو اللي سريع جدا، بيتغير متأثر جدا بالديستنس، وكمان لو انت قاعد تجربه كمان 1 ملي سكند هتلاقي تغير تاني خالص. خلاص؟ حد عنده سؤال لحد هنا؟ طيب الباسورد اول واحد ده اللي هو التدريس ملوش دعوه بالسنه. ده ما دام انت حددت الديستنس ما بين الترانزميتر والريسيفر هيبقى عندك باسورد معين وبيتغير. تمام؟ ده جاي من ايه؟ جاي نتيجه البروباجيشن. ان انا ببعت اشاره بتسافر. البروباجيشن ده بيطلع لك باور ازاي؟ تمام؟ هو بيطلع النص بيطلع معتمد انفرسلي بروبوشنال مع الديستنس. تمام؟ احنا لو بنتكلم على الانتنسيتي بتاعت الويف يبقى الانفرس بروبوشنال مع الناس. لو بنتكلم على الباور بتاعت الويف يبقى الانفرس بروبوشنال مع الرفع بتاع الناس. خلاص؟ في الاخر حاجات المعادله دلوقتي اللي احنا نعرفها. طيب ايه اللي بيخلي فيه باور بتروح؟ تخيل ان انا شغال عندي شغال بأمي دايركشنال انتنه، انتنه بتبعت في كل حته. خلاص؟ فالويفز بتطلع كانها كوره سفيريكال ويفز تنتشر. طبعا نص قطر الكوره قاعد بيكبر طول ما انا قاعد ببعد. فلو تخيلت ان الديستنس دي كانت كبيره قوي الويفز اللي على شكل كوره هتوصل هنا اولموست كانها بلين فتتحول ما يسمى بالبلينر ويفز. الويفز تبقى ماشيه في هذا الاتجاه كله. خلاص؟ مفيش حته تشتت. طيب انت بعت بكور بي تي. البي تي متوزعه في كل الدايركشنز دي. في مقدار منها هو الوسط هنا. مش كلها. كل الحاجات اللي انت بعتها كده دي راحت. حته صغيره بس الوسط. بيعبروا ازاي عن المقدار المغلق؟ بيقول لك ايه؟ يقوم قايل لك ايه؟ انا باعت باور بي تي.
البي تي دي قاعده تنتشر في صوره كوره. السيرفيس اريا بتاعت الكوره كام؟ 4 باي ار سكويرد. فاقسم الباور على 4 باي نص قطر الكوره، نص قطر الكوره اللي وصلت عند عند الريسيفر، يبقى 4 باي دي سكويرد. دي اسمها الباور سيرفيس دنسيتي اس. واي انتنه بيكون ليها ما يسمى بالافكتيف اريا. الافكتيف اريا دي بتعبر عن الاريا افكتيف بتعبر عن الانتنسيتي. لو انت عايز تحسب الباور الاريا دي بتعمل فاكتور تاني اسمه الجين بتاع الانتنة. خلاص، فالجين ده بيعبر لك عن ده الجين اللي لسه بتكلم عنه. الجين بيقول لك قد ايه الباور اللي انا بستخدمها بتكبر نتيجه ان انا فالجي اوف ده بيتضرب في الاس عشان يقول لك انت استخدمت قد ايه. تمام؟ طيب الجين معلش، وانا عشان يعني هو انا الكلام اللي انا قلته ده صح، بس هو عشان اكون دقيق 100% هو في الواقع الجين والاريا افكتيف ترمين مختلفين، بس هما هو يوم حصل ضربهم في بعض. الاريا افكتيف بتقول لك انت كاومي دايركشن بتستخدم ايه، والجين بيقول لك انت رايح دايركشن بتستخدم كام زياده عن الاومي دايركشن. خلاص، الاريا افكتيف نعم الاريا افكتيف بتقول لي انا لو عندي اومي دايركشن هستخدم كام باور. هي عبارة عن S في جي ار في الاريا افكت. تمام؟ طيب فكده البي ار هتلاقيها عباره عن البي ار عباره عن بي تي في جي ار في اريا افكتيف على 4 باي دي سكويرد.
تمام؟ فمن هنا جه تأثر الريسيفت باور بالديستانس سكويرد. يعني الديستانس بتاعتك دي لو ضعفت الباور ريسيفت تنزل 4 أضعاف. خلاص؟ طيب لو الانتنة ترانسميتر هي كمان دايركشنال، يعني الانتنة دي كمان عندها جين، عشان يقول لك انا بوجه الاشارة بتاعتي قد ايه، بوجهها اكتر من الاومني دايركشنال. خلاص؟ فلو انت عندك برضو جين عند الترانسميتر فده بيخش معاك برضو هنا في المعادلة بنفس الطريقة، عشان يقول لك الريسيفت باور بقت قد ايه. بالظبط. حد عنده سؤال لحد هنا؟ طيب ال لا انا هديلكم اللي بالنوتس، هتجيلهم مكتوبه كده. هو كده كده اصلا اللي انا بقوله ده انا بشرح بس، يعني انا بفهمكم المعادلات جت منين، بس انا مش عايز الكلام ده في الامتحان، مش هطلب منك انك تثبت ده عشان بس تبقوا فاهمين. يعني انا بقول لك بس المعادلات، انا اللي عايزه منك المعادله تبقى عارفها. المعادله دي جت منين؟ من المعادله دي بعد ما تاخد 10 لوج للطرفين، هتاخد 10 لوج من هنا، هتاخد 10 لوج من هنا. يعني دي ار دي بي دي واحد هيطلع عندي الثانية 10 دي تمام، وهيطلع عندي دي بس دي الثالث اف مقام والبي بالموجب تمام وشويه خالص معايا كده الفريكوينسي فانكشن. انا يهمني بس الاس دي موجوده معايا، عايز افهم تاثير
خلاص. في هنا دوره، الدوره دي في الحاله بتاعتها بوند في المعادله بتاعتها. الوان جت نتيجه الموديل اللي انا كنت لسه شرحه، ان انا عندي الدنيا بتلعب اون دايركشنال، فالكوره بتكبر وصلنا لسيرفيس معينه جبت الباور. الموديل ده مش واخد في اعتباره حاجات كتير. ابسط حاجه مثلا مش واخد في اعتباره ان الدنيا بتلعب على الجول ممكن يكونوا واقفين على الارض. لو هم واقفين على الارض انت بقى عندك في سورس ريفلكشن ما خدتوش في الاعتبار. يعني انا عندي ادي الترانسميتر اهو بيلعب الكور بتاعها. الكور دي في جزء منها بيروح ناحيه الارض يخبط ويرد. فالريسيفر مش هيديله الكوره صافيه كده تشوف فين، هيديله في حته كمان جايبينها على الارض. الحته دي لما يستقبلها ممكن يا اما تساعد يا اما تضر حسب. هنتكلم عن الحته دي اكتر من ده، بس المهم ان هي ليها تاثير. التاثير ده بيظهر في ايه؟ بيظهر في صوره ضربه يعني. ان اعتمادك على الديستنس مش بيبقى ديستنس سكوير بس، ممكن يبقى ديستنس تتطور في حاجه مختلفه. الحاجه دي بتبقى اكبر من ايه واصغر من ايه. تمام؟ المهم ان في عندك ضربه، ده برضه بيكون فاكتور في المعادله. يفرق حسب الموديل اللي انت شغال بيه، حسب الموديل اللي وصف الترانسميشن. لكن انا في حالتي احتاج اتطور على المعادله. طيب انا يهمني في المعادله كسنس حاجتين، تاثير الديستنس على النص وتاثير الفريكونسي على النص. دلوقتي ده هو الباث لوس. الباث لوس حاجه حلوه ولا وحشه؟ وحشه. لما بتكبر معناها ان انا بفقد باور. الباث لوس ده الديستنس بالكبار ولا بالصغار؟ بالكبار. وده منطقي من باب ايه؟ بفقد باور. السيجنال بتاعت صباع اتنويشن ولا نيشن. ومع الفريكونسي. الفريكونسي بتاعنا كام؟ بيبقى ليها بقى. طيب الفريكونسي دي يعني ايه؟ يعني لو انا بلعب الاشاره بتاعتي الالكترومغناطيك ويفز بتاعتي مثلا ببعتها 100 كيلو هرتز، دي الفريكونسي اللي انا شغال بيها. او شغال بفريكونسي 10 جيجا هرتز. ال 10 جيجا هتموت بسرعه جدا. الباث لوس بتاعتها تبقى كبيره جدا. فلو انا بعت اشاره فريكونسي بتاعتها 10 جيجا ممكن ما اعرفش استقبلها على بعد 2 متر. لو انا بعتها باشاره 100 كيلو ممكن تعيش اكتر. تمام؟ العلاقه ايه بالمعادله؟ انا ما قلتش الفيزكس بتاعتها دي، بس المعادله بتقول كده. تمام؟ صعب اشرح ليه كفيزكس يعني ليه الفيزكس لما تيجي تبص دي. بس هي المعادله هي ده اللي بيجيش انا في اعلام المعادله. دلوقتي اللي مهتم فيكم بعالم التليفونات وال4 جي وال5 جي والكلام ده، احد التكنولوجيز الاساسيه اللي يقوم عليها ال 5 جي. 5 جي مش موجود في مصر، او يعني احتمال يدخل مصر مثلا خلال سنتين او حاجه. ال 5 جي احد التكنولوجيز الاساسيه بتاعته ان هو شغال بحاجه اسمها المليمتر ويف. المليمتر ويف كلمه مليمتر دي تعود على الويف لينث بتاعته. ايه علاقه الويف لينث بالفريكونسي؟ عكس بعض. فلما اقول مليمتر ويف يعني ويفز طولها صغير، طولها بالمليمتر، معناها ان الفريكونسي بتاعتها كبيره بالجيجا هرتز. فال 5 جي معتمد على فريكونسيز عاليه. يعني الرقم ده كبير. فالويفز المليمتر ويفز بتعاني من مشكله الباور لوس كبيره. عشان كده كل الحاجات اشهر حاجات ال 5 جي ان هو يقول لك ان انا هعمل حاجه اسمها اندور نتورك او اندور بيس ستيشن.
بدل ما انت دلوقتي انت التليفونات بتاعتك مش شغاله، التليفون بيتوصل بالبورد. البورد ده بيبقى موجود مثلا بورد واحد مثلا في منطقه الشط لان كل الناس. فحاله ال 5G مش هيبقى كده. 5G هيبقى انت عندك فيه مثلا المبنى في جوه بيس ستيشن للمبنى. البيس ستيشن الكفرج بتاعه محدود جدا. ليه؟ لان البيس ستيشن هتبعت اشاره مش هتعيش مسافه كبيره. الباسورد بتاعك في جي فهو بيعمل نتوركس 5 جي عباره عن نتوركس صغيره 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 متصلين ببعض. تمام؟ طب ليه الناس بتروح للمليمتر ويفز؟ ده لاسباب السكتر او الفريكوانسي. الفريكوانسي اللي ممكن نستخدمها هي كميتها محدودة، صح؟ حد مش سامع ليميت بالظبط. هو طبعا دول لاسباب تقنيه. القليلين بقى القليلين زحمه، كل الناس واخده بالها دلوقتي. الفريكونسي القليله، انت الفريكونسي عامه من الحاجات اللي انت لازم تشتريها من الجهه اللي انت عايش فيها. لازم تشتري الفريكونسي عشان تستخدمها، لازم تشتري حق استخدامها. دي بتبقى لايسنس بفلوس كتير جدا. والفريكونسي المختلف بيقسموها باندز، ويقول انا عايز اشتغل في البند الفلاني فتروح تشتريه. ليه تشتري؟ ليه لازم تدفع فلوس عشان تستخدمه؟ لان انت لو استخدمت الباند ما حدش تاني يعرف يستخدمه معاك. لو في اثنين اتكلموا بنفس الفريكونسي هيعملوا انترفيرنس على بعض. فلازم حد يشتري حق استخدام الباند. فشركات التليفون بتشتري بقى الباند الفلاني والفلاني 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 وتبعت عليها اشاره. في باند زي مثلا اللي هو 2.4 جيجا، ده الباند بتاع الواي فاي. ده كلنا بنشتغل فيه. بس بتشتغل فيه ازاي؟ لوكال. يعني البيس ستيشن صغيره، الاكسس بوينت اللي عندك هو صغيره جدا اللي هو بتخدم الناس. تمام؟ وفي طبعا انت ممكن في الباند الواحد ممكن اكتر من حد يبعت، بس لازم يعملوا بعض التكنيكس علشان يتواجدوا مع بعض. مش هتكلم في التفصيل في القصه دي، بس هناك طرق لان اكتر من حد يبعت في نفس الباند، بس ده برضه محدود في العدد، يعني ما ينفعش مثلا 100,000 بني ادم يتواجدوا في باند الواي فاي. هيبوظوا بعض لازم. ممكن 10، ممكن 20. تمام؟ فالمهم ان عشان الباند محدوده العدد، وانت عايز تبعت دلوقتي تخدم ناس كتيره جدا وتبعت لهم داتا ريت كبير. فالباند دي ما بقتش مكفيه. فقال لك يبقى نروح للباند اللي بعد كده. الباند اللي بعد كده اللي متوفره هي مين؟ هي الباند اللي في الجيج، هي بتاعت المليمتر ويفز. دي بقى باند فاضيه لسه ما حدش خدها. بس مشكلتهم ايه؟ مشكلتهم في الباسورد عالي. عشان الباسورد عالي بقى الانفراستراكشر بتاع 5G بتاع 4G ممكن ما يبقاش متماشي. ان انا اكلم برج في الشاطئ على البحر بال 5G ده ما ينفعش. الويف مش هتوصل. فلازم تغير في الانفراستراكشر، تزود السبيشنز بقى، ويبقى الكوردينيشن مختلف وقصص. تمام؟ فانا بس اللي عايز اقوله ايه؟ ان حاجه زي مثلا انتقالنا المليمتر ويف والمشاكل اللي هنقابلها تقدر تفهم المشاكل المعاصره في زي دي. تاثير الفريكونسي عامل ازاي؟ حد عنده سؤال لحد هنا؟ الساعة كام؟ واحدة وربع؟ طيب ده المعادلة دي هي اللي بتقول لك الخط الأسود الصلب حتى خط فيها تجاوب. دلوقتي هي نفس محور واي، محور واي هو عباره عن بي ار على بي تي، صح؟ بي ار على بي تي مقسمين بي، يعني كانهم بي ار ناقص بي، صح كده؟ فده عباره عن بي ار ناقص بي تي، بي ار ناقص بي تي، يعني ده عباره عن سالب الباقص. فاللي بنرسمه هنا ده سالب الباقص. الباقص
لوب 10 جنيه، لوب 10 جنيه ده هو بياخد رئيس الاسباني صح؟ يعني انا برسم هنا المعادله دي الثانيه، والمعادله دي فيها محور اكس زود على الجواب الثاني. فبقى طبعا معادله خط مستقيم، طبعا خط معادله ثانيه، معادله ثانيه بلاش كم ده ومجموع عليها بعض الخط، فهو ده بالظبط خط linear equation with negative coefficient تبقى مايلة كده تنزل يعني، ومجموع عليها بعض الكونستنت في الخط ده تمام. فهي الفصل هو الخط الاسود الضخم ده بس ايه اللي انا عايز اقوله. وده بالنسبه للفاصلس. طيب التغير في الشكل، الشكل اللي هو عباره عن الترند السوبر ده جاي من ايه؟ جاي من ان انت ممكن السيجنال بتاعتك وانت بتبعتها يحصل لها بلوكج. بلوكج نتيجه الحاجات اللي في الدنيا، خبطت في شجره، خبطت في مبنى، خبطت في واحد، خبطت في طياره، خبطت في عصفوره، خبطت في بتاع عصفوره حاجه كده، خبطت في اوبجكت تمام فحصل انقطاع في السجن. ده مش ديترمينيستك، ده متغير مع الوقت. يعني انا كل شويه لو انت جربت الموضوع الجزء ده ممكن يطلع لك بترند مختلف، بس الزمن اللي اتغير فيه يكون السكيل بتاعه مش واضح. طيب ما دام هو مش ديترمينيستك يبقى لو ديستريبيوشن، دايما اي حاجه راندوم ما بتبقاش راندوم كده، لازم نعرف اتليست نعرف الديستريبيوشن بتاعها شكلها عامل ازاي، الاستاتستكس بتاعتها عامله ازاي. فالشكل الديستريبيوشن بتاعه لوج نورمال. طيب ايه النورمال؟ حد عارف النورمال ديستريبيوشن؟ حد عارف الجاوشن ديستريبيوشن؟ حد عارف بروبابيلتي يعني ايه؟ استاذ بروبابيلتي ايه؟ انت بتبص بروبابيلتي بتاعه؟ دي حاجة في الواحد كده اللي بقى انت بس تاخد بيت طيب خلاص لا ما تعرفوش تعمل دي مش مشكلة خلاص يبقى فوق الانستتيوشن يعني. المهم التغير ده بيكون تغير عشوائي مش ثابت تمام. فخلاص هنسكيب الحته الديستريبيوشن. هو المهم ان انت تظهر عدد تقدر الشامل ده يظهر عدد كده في عدد 30 فور ان هو عباره عن حاجه تظهر 13 من الكارت بس الحاجه دي مش ثابته مع الزمن، حاجه تتغير مع الزمن والتغير بتاعها بيحصل على ايه؟ statistics يعني مش مهم بقى هو ايه. طيب المالتي باث اخر حاجه عندنا هو التغيرات السريعه. دي جايه من ايه بقى؟ جايه من ان انا عندي مالتي باث ترانزميشن، ان انا عندي اكتر من باث والسيجنالز تمشي عليهم وبيتجمعوا لي وبيجوا لي كل باث السيجنال بتجي لي متاخره بديلي مختلف ومضروبه في امبليتيود مختلف او شدتها مختلفه. الحاجات دي بقى تجي لي عند الريسيفر ويتجمعوا على بعض فيأثروا على الريسيفد سيجنال. ده احيانا بيقلل الباور واحيانا بيزود الباور. طيب عشان نفهم ده تعال نشوف ايه اللي هيحصل لو انا عندي اتنين باثز بس. خلاص عندي اتنين باثز هبعت فيهم ساينوسويدال ويف، هبعت فيهم ساين 2 باي اف تي. خلاص هبعت هنا
ساين 2 باي فريكونسي معينه مثلا هيك اسمها اف سي تي. تمام. السيجنال دي هتمشي في المسار الاول وهتمشي في المسار الثاني ويوصل. طيب المسار الاول ده ونفترض مثلا ان هو طوله دي زيرو، المسار الثاني ده طوله كده على بعضه دي 1. تمام. فبالنسبه للباث رقم زيرو، الزيروث باث، لو الويف ماشيه بسرعه الضوء، بسرعه ال سي 3.8، مشيت مسافه دي زيرو، يبقى هتجيلي بعد زمن قد ايه؟ وليكن مثلا تي زيرو اللي هو عباره عن ايه؟ السرعه، المسافه على السرعه. تمام. طيب وهتجيلي حصل لها اتنويشن معين، خلاص المسار اللي بعده السيجنال هتجيلي ديليد دي 1 على سي، يبقى الريسيفت سيجنال هتبقى عباره عن مجموعه تو ساينز دول بعد ما حصل لهم الشيفت وبالامبليتيود المختلفه. طيب اول ساين اللي هي جايه لي من الزيروث باث، طيب هي انا نفترض ان انا بعتها ساين بامبليتيود 1، فهتجي لي بامبليتيود معين وليكن اسمه اي 0. اي 0 ده بطبيعه الحال هيكون اقل من ال 1 لان هو بيعبر عن ان انا حصل اتنويشن، فهيجي لي اي 0 في ساين. طيب اكتب الساين ازاي عشان اعبر عن الديلي التي زيرو او التاو زيرو؟ سيجنالز اند سيستمز بقى ايه؟ معلش شيفت، شيفت تو ذا رايت. انا الحاجه بعت السيجنال عند لحظه زيرو، جات لي بعد 5 ثواني، يبقى كانها متشفته ناحيه اليمين. بعبر عن ده ازاي بالرياضه؟ بكتب ايه؟ تي ناقص وفي عندي الويف الثانيه جايه لي بامبليتيود مختلف تمام. دي الحاجه اللي جايه لي. تعالوا بقى نشوف السيجنال دي شكلها عامل ازاي لقيم مختلفة من التاو 0 والتاو 1. تمام. انا هقول هسمي الفرق ما بين تاو 0 وتاو 1 هسميهم دلتا تاو. تمام. بيعبر لي عن الفرق ما بين اول سيجنال جات لي واخر سيجنال جات لي، خلاص. وعايز اشوف بقى الواي واي اوف تي دي شكلها عامل ازاي نتيجه ديفرنت دلتا تاوز. دلتا تاو لو بصفر معناها ان التو ويفز جم مع بعض بالظبط، دلتا تاو لو بقيم مختلفه هتشوف بقى هيحصل ايه. طيب فده اللي انا هعمله بالظبط. ادي اهو الاسامبشن، هفترض ان الاف سي ب 1 ميجا، ده شكل الواي لدلتا تيز مختلفة أو دلتا تاوز مختلفة. تمام. دلتا تاو لو بزيرو معناها إن مفيش فرق، المسارات جت في نفس الوقت. لما بيجوا في نفس الوقت الساين مع الساين بيتجمعوا بيساعدوا بعض. الاكستريم كيس لما الدلتا تي تبقى نص بيريود، مش احنا شغالين اف سي بكذا، فالاف سي بتحدد الفريكونسي بتاعت الساين، يعني بتحدد البيريود بتاعت الساين. لو دلتا تاو كانت نص بيريود الساين بتيجي
ركب عليها نيجاتيف ساين وطيروا بعض. فالدلتا تاو بتفرق معايا في شده السيجنال اللي انا بستقبلها، تمام؟ ودي كده كيرفات لدلتا تاو، دلتا تاو مختلفه. كل ما بتقرب ناحيه النص تا النص تي بتلاقي نفسك السيجنال بتاعتك بتموت، تمام؟ فمن هنا بيجي تاثير المالتي باس الرهيب اللي هو التغيرات السريعه دي. حسب الباثز بتاعتك دي جابت لك السيجنالز ان سينك ولا لا. طبعا الدلتا تاو دي لو ثابت النص، يعني لو عدت نص تي وبدات ترجع تخش من نص تي لتي، تلاقي السيجنالز ترجع تساعد بعض تاني. يعني انت فعلا الباثز دي ممكن جدا تلاقيها بتساعد وبتضيع وبتساعد وبتضيع حسب مساراتها، الفرق بينهم شكلها عامل ازاي. حاجه صعب جدا تتحكم فيها. الباثز دي جايه لك من راندوم ريفلكشنز من الانفايرمنت. فهو ده اللي بيسبب التغيرات الرهيبه جدا في كيرف بتاع الباور ده، يخلي السيجنال تطلع تنزل تطلع تنزل، وكل ما ترن الاكسبيرمنت تلاقي حاجات ثانيه مختلفه، لان المسارات دي الفروق ما بينهم مجرد ما يحصل لك فرق بسيط في المسافات بتاعه الباثز تلاقي الوضع اختلف تماما. خلاص؟ لما الموضوع بيبقى معقد بقى، عندك باثز كتيره جدا، صعب ان انا ادرس بالظبط كل باث بيعمل ايه، لان انا اصلا مش عارف احصر الباثز. فاللي بيعملوه ان هو بيقول لك طب انا اول سيجنال جات لي جت امتى كذا، اخر سيجنال جات لي امتى كذا. الفرق ما بينهم بيسموه حاجه معينه، وده اللي بيعبر عن التغيرات هتبقى شكلها عامل ازاي. هنا في الرسمه دي انا كنت فارض A0 و A1 بنفس القيمه في الرسمه دي، كومبيرابل لبعض، عمرهم ما بيبقوا قد بعض، بس في باثز كتيره بتكون الباورز بتاعها قريب من بعض. لا، ما هو مثلا A0 مثلا تلاقيها ما اعرفش مثلا 0.8، A1 تلاقيها 0.75، A2 تلاقيها 0.68. الباثز اللي بعد كده ممكن تلاقيهم بقى نزلوا عند 0.2 0.1 وبتاع، بس في باثز اكيد بتكون الجينز بتاعتها قريبه من بعض. تمام؟ حد عنده مشكله لحد هنا؟ انت عشان تتحرك عشان توصل من بالمناسبه انت ممكن يكون عدى عليكم الفتره دي اللي اسمها الكونستراكتيف انترفيرنس والديستراكتيف انترفيرنس، ما اعرفش عدى عليكم الاسماء دي قبل كده ولا لا، اللي هي لما التو ساينز يتجمعوا ان فيز ده كونستراكتيف، لما يتجمعوا اوت اوف فيز ويضيعوا بعض اسمه ديستراكتيف. فانت عشان تنتقل من كومبليت كونستراكتيف لكومبليت ديستراكتيف نص تي. نص تي دي تترجم لفرق مسافات قد ايه؟ نص متر. ان التو باثز بتوعك اللي بيتجمعوا يكون الفرق ما بينهم في المسافات نص متر، واحد منهم اطول من الثاني بنص. ودي حاجه مش دي حاجه صغيره. ده يعني ممكن يحصل بمنتهى البساطه. تمام؟ لو عندك باثز كتيره دي المعادله بتاعتك هتبقى هي دي. مجموع الساينز كل واحده فيهم شيفتد بالديلي بتاعها مضروبه في الامبليتيود بتاعها. ده الجنرال ايكويشن بقى لو انت عندك باثز كتيره. اللي يهمني دلوقتي ان احنا خلاص فهمنا ان السيجنال نتيجه المالتي باث بتتغير تغيرات سريعه، تغيرات عشوائيه، يعني ما اقدرش امسكها كده واقول بالمعادلات الرياضيه زي الباث لوس، ما اقدرش اعمل كده. هي الموضوع بيبقى فيه نوع من العشوائيه. والتغيرات دي سريعه، المعدل بتاعها سريع في الزمن.
ومعتمدة على الديليز، معتمدة على الديليز المختلفة بتاعت كل البوثيز. طيب احنا بقى هنعمل ايه؟ احنا كده دلوقتي عندنا فكرة بسيطة عن المشاكل اللي بتقابلني في الوايرلس شانل، فانا همشي معاكم واحدة واحدة كده ازاي نديزاين ترانسميتر وريسيفر يبعت لي ديجيتال داتا بحيث ان هو يقاوم المشاكل الكتيرة اللي احنا عدينا عليها دي، يقاوم المالتي باث، يقاوم النويز، يقاوم الباور اللي بتقل نتيجة الباث لوس. هنشوف الكلام ده هنتعامل معاه ازاي بالديجيتال كوميونيكيشن. فاحنا اللي جاي بقى هيكون ان احنا نبني الترانسميتر والريسيفر دول ونشوف يتعامل ازاي. I think دي نقطة جيدة، نتوقف ناخد بريك. الساعة كام؟ 1:30. المحاضرة اللي جاية الساعة 2. خلاص ممكن ناخد نص ساعة بريك لو عايزين.